البيليروبين استامينيشن. الانترودكشن مقدمة عن البيليروبين. البيليروبين is the end product of red cell lysis and recycling of hemoglobin which is performed in the liver. يعني معناته انه اخر عملية انتهاء وتكون من تقلل كريات الدم الحمراء تتحول الى مادة البيليروبين. This test quantified two different forms of bilirubin, one of the final products while the other intermediate form. مثل ما شرحناها بالعملية عن intermediate اللي تتكون بها bilirubin. The bulk of bilirubin in the bloodstream is called jaundice and the in general sign of liver disease. شرحنا لكم عن مثال على ذلك عن البيليروبين وعلاقته بالجوينتس بالعملي طبعا بالنظري شرحت لكم اياها كلها. قال بلدر ديزيز زين ساين اوف ليفر ديزيز. ماني ميديكيشن قال بلدر ديزيز از ويل اند فيروس از ذا فاكشنز مونو نيكلس اند هيبيتايتس از ويل هاف جوينتس. شرحنا الاسباب اللي تؤدي الى الجوينتس اللي شرحت لكم اياها بصوره مفصله بالمحاضره النظري. ماني انفانت are born with less than purely mature liver. As consequently, in the first several days, they show neonatal jaundice. اللي هو شرحت لكم ياها وشنو الأسباب بالمادة النظري. بعد which part of bilirubin in the bloodstream. And this is why a liver matures bilirubin determination are used to study liver function and red cell metabolism. شرحنا طبعا كل هذه الامور كلها شرحت لكم اياها بالنظر وعرفنا شلون نشرح عن المرض وتشخيصه وعلاجه والكلينيكال سيجنفكت شلون نختاره كل هذه الامور بالانترودكشن هذا التفصيلي البسيطه. زين الان بالعمل الكلينيكال سيجنفكت اهم شيء عندنا اللي جاي يصير عندنا هيك حاله اللي هو بيليروبين از بريك داون برودكت اوف هيموغلوبين ات از ترانسبورت فروم ذا سبلين تو ذا ليفر and excreted into bulk. The hyperbilirubin results from the increased bilirubin concentration in plasma. المصطلح الهايبر اللي هو بيليروبين مصطلح الهايبر بيليروبين results from the increase of bilirubin concentration in plasma. Cause السبب cost of hyperlipoprotein total lipoprotein increase بواسطة الهيموليزيس genetic error خطأ جيني صاير بالأطفال حديثي الولادة effect erythrocytosis and drug direct the hepatic cholesterol and hepatocellular damage اللي هنا clinical diagnosis should be in the result and should be in the clinical other laboratory. طبعا بعد ما نشخص الحالة لازم نختار مجموعة تحاليل حتى نعرف انه شغلنا صحيح كان او خطأ بالتشخيص. الريفرنس الفاليو اللي هو ناخذه للكل طبعا ناخذ توتال بيليروبين مجموعه يعني المجموع كله ناخذه اللي هو هنا طبعا مثل ما تلاحظون الاب اللي هو هذا الريفرنس مالتنا ما ناخذ المليغرام ما نريده هذا المليغرام ما احتاج ملي مول عفوا انا احتاج مليغرام دائما بالطب اللي هو جاي ياخذه هسه ميديكيشن اللي هو هذا التوتال فوق هذا يعتبر زيادة الكويستشن اللي راح اسألك بيه اقول لك رايت كوزز اوف جوينتس موجودة بالعمل بالنظري موجودات هاي الجوينتس. بعد وات ار كومن ميثود فور سيروم بيليروبين بالنيوتن تعرف
mention in different causes elevated in direct اشرح لي عن شيء بسيط الأسباب اللي تؤدي إلى ارتفاع البيليروبين بالإندايركت والدايركت. اشرح لي شيء بسيط أريد من عندك. بعد ما تكلمنا عن البيليروبين وتكلمنا عن بعض الأمراض اللي تصير بالال اف تي اللي هو ليفر فانكشن تيست، اليوم راح ناخذ شيء اسمه الالانين. الالانين عرفتوه بالامينو اسيد موجود. محاضرة الامينو اسيد شارح لكم نوع من انواع الامينو اسيد هو يعتبر الانين. الالانين طبعا هنا الانزيمات اللي مسؤولة عن نقل الالانين اللي هو اسمه الانين ترانس امينيز. هذا الشيء يشتغل هنا شوف. البرنسبل دي ميثود الانين ترانس امينيز ترانسفيريز اي ال تي سموه او جي بي تي جي او تي سموه كاتاليست. The reversible transfer of amino group from alanine alpha to alpha ketoglutarate forming glutamate and pyruvate. هذين الامينات اسيد مسؤوله عن انتاج الجلوتاميت والبايروفيت. عرفنا شنو هو البايروفيت، عرفنا شنو هو الجلوتاميت. The pyruvate product is reduced in lactate by lactic dehydrogenase. بعدها ما يتحول الى البايروفيت يتحول بعدها الى لاكتيت. خلينا نشوف شنو الاسباب اللي تؤدي الى انخفاض او ارتفاع بداخل الكبد وشنو التاثيرات الجانبيه اللي راح تصير وشنو الامراض اللي متعلقه به. The rate of decreased concentration of the measure photometrical proportion to the catalyst and concentration. طبعا البرنسبل العمليه احنا جاي نسوي نستخدم هذا الانزيم في تشخيص في قياس الكميات اللي موجوده على شكل الانين اللي بداخل الكبد. الكلينيكال سيجنيفيكانت ذا اي ال تي اللي هو شنو هو الانين امينو ترانسفيريز اللي هو هذا اس سيلولر انزيم فاوند ان هاي كونستريشن اوف ليفر اند كيدني. ليش احنا ناخذ هذا الاي ال تي الانزيم هذا ونقيسه؟ نقيسه ليش؟ لانه موجود فاوند is highest concentration in liver and kidney. فلذلك من خلاله نقدر نشخص الامراض. يعني انه هذا الانزيم يعتبر specific. عرفت شلون؟ يعني شيء خاص وموجود بكميه كبيره بداخل الكبد. فبالتالي اي خلل يصير او ما شابه ذلك نقدر من عندها نشخص انه اكو فرد مشكله بداخل مشكله في وظيفه الكبد. High level are observed in hepatic disease. مثل ما تلاحظ انه زياده بهذا التركيز تسبب لنا مشاهده او من خلال نقدر نشخص انه hepatic امراض الكبد and the hepatitis disease of muscle and transmission is hospitals application in the diagnosis of disease of liver. نقدر من خلالها قياس هذا الانزيم اللي هو الـ ALT من نشخص انه الامراض اللي متعلقة بالكبد. When they are used conjunction as AST are in the diagnosis infected in myocardial infection signs. Value ALT wise in normal limit. This brings elevated level of the AST clinical. الكلينيكال دايجنوستس طبعا هم نفس الحاله انه القياسات كلها عامه لا تعتمد بداخل التشخيص. شوف ايش قد جاي اعيد عليك بكل محاضره اقول لك لا تعتمد على التشخيص انه من خلال قياس واحد، لا اخذ مجموعه تحاليل حتى تثبت هذا الشيء. الغرض من عنده انه من المشاهده وبعدين التحقيق يبدي من خلال او تحليل اخر العفو هم راح يطلع لك رقم من خلال تثبت انه هذا الشيء جاي يصير عندك من خلال هذه الامور. زين خلينا نشوف اللي اليونت المستخدمه. انتبه لي هنا اختلفنا بالاي ال تي والاي اس تي والجي بي تي والجي او تي. هذول كلهم قياسات راح تاخذون ايش الوحده اللي هنا اللي نتعامل وياها يونت بير لتر. يعني شنو معناتها هاي اليونت؟
تعريفها راح تلقى احنا كنا ناكل نتعامل بالمليغرام بير ديسلتر. تعريف اليونت الوحده 1 انترناشونال يونت، الواحد يونت معناته شنو؟ is the amount of enzyme that transport 1 micromole of the substrate per minute is the standard condition. The concentration is expressed in the unit per liter of sample. يعني unit per liter of sample. الوحدة لقياس الانزيمات ومعرفة الأمراض المتعلقة بها. احنا شو نقيس؟ نقيس أي انزيم، أي انزيم موجود بداخل جسمنا نتعامل وياه، ما نتعامل وياه بالمليغرام بير ديسيلتر. لا، هنا نتعامل بالوحدة بير لتر. يعني اقول لك الريفرنس فاليو مال الاي ال تي تقول لي يونت بير لتر وليس مليغرام بير ديسيلتر. عرفت شنو الفرق؟ بالانزيمات بالقياسات نقيس يونت بير لتر. نعم. اليونت شنو معناتها؟ عرفناها ذا اماونت، كميه الانزيمات اللي تتحول بقياس واحد مايكرومول اوف سبستريت بير مينت لكل وحده دقيقه تكون. هنا الريفرنس فاليو المين تختلف طبعا بال 30 بالقياسات، احنا نقيس درجه الحراره 25 راح يطلع لنا هذا الريفرنس، درجه ال 30 راح يطلع لنا هذا، وب 37 هذه القياسات المختلفه. Normally newborn have been reported show reference range of the doublet of the adult attributed to the mentioned hypolactic. The value decline in the test level approximately 3 months age. احنا بس هذني نعتمد عليه، نحتاج هسه حاني بالقياسات اغلب الاحيان هذني، يعني الريفرنس فوق يعتبر شيء، ماكو فرد مشكله بالزين. اذا انكريز طبعا اذا زياده كانت فوق هذه الكميه راح يعتبر انه اكو فرد ديفكت او مشكله معينه داخل الكبد للاي ال تي. القياس الاخر اللي هو اسبارتيت ترانس امينيز اسبارتيت فور ناو اولدر نيمز اللي هو يسموه جي او تي مرات في بعض الاحيان بتلقاها في الكتب. This enzyme is needed in the utilized of energy source. It's found in high concentration in muscle. موجود طبعا هذا اغلب الانزيمات هذه متعلقه بامراض القلب يقيسوها. الكاردياك اند اذر ليفر اوف ذا اذر اورجان. The test usually in order following cardiac and muscle disease. امراض العضلات الامراض العضلات وامراض القلب ياخذون اي اس تي له. This can be performed specimen for patient we either in the fasting or non-fasting. الحلوة بأنه نقدر نقيسها بالحالتين. Adult reference range of widely in the different of insulin. Liberalizable طبعا نفس الشيء هناك formed call GOT ونسمي AST نفسية نفس المعنى. Catalyst in the reversible transfer amino group to aspartate alpha fetal formed glutamate and oxaloacetate. Oxaloacetate produced to malate the malate dehydrogenase and NADH. مثل ما تلاحظون هذه المعادلات اللي موجودة أمامكم. The rate of decrease of NADH measurement بالطبع طريقة الفوتومتريكال نقيسة، طريقة الطريقة الضوئية العفو نقيسة. Is the progression to the catalytic concentration AST present in the sample. الكلينيكال سيجنيفيكانت طبعا ذا اي اس تي از ا سيلولار انزايم از فاوند هاي كونستريشن ان ذا هيرت مسل ذا سيلز اوف ذا ليفر ذا سيلز سكيلتن مسلز اند ذا سمولر اماونت اذر ويفز. الالفا اوف اليفيتد ارتفاع بالرغم من ارتفاع الاي اس تي از ان ذا سيرام از نوت سبيسيفيك هيباتيس ديزيز. ليش؟ ما يعتبر شوف ارتفاع هذا الارتفاع بالاي اس تي ما يعتبر شيء خاص لامراض الكبد. ليش؟ is used mainly in diagnosis and the delta of the cause disease other enzyme
ليش؟ لأنه هذا الإنزيم دائما موجود بالعضلات تلقوه، وخاصة بالقلب، فلذلك ما يعتبر أنه قياس قاطع أو محدد لأمراض الكبد، لأنه شنو موجود بالمايكارديال بالفور كاردياك، وموجود بالمصل، موجود بالعضلات، فما نقدر نعتمده. بس لكن انه لازم نقيس ال ALT and ALB also is used control patient of the myocardial and skeletal muscle disease and other clinical diagnosis should make our scientist and integrate clinical and other laboratory. يعني بنقيس انت ال AST لتعتمد بنتائجك، بس شنو التقيسه؟ قيسه وشوف ايش قد النسب. مثل ما تلاحظون الريفرنس فاليو له هذا المياهم القياسات. هناك بعض المصطلحات يجب ان تفهمها، يعني بالقياسات للكلينيكال اكو مرات تلقى في بعض الكتب يعطيك الريشيو معدل، يعني المعدل الرينج الرينج بين الاي اس تي والاي ال تي ماتيريال، تعريفه شنو هو هذا الرينج اللي هو الريشيو النسبه بين هذا الى هذا ماتيريال found in the liver cells and muscle hearts cells damage to the cell will be increased value normal range من عند يكون هذا النورمال يكون من عند من 10 الى 60 طبعا عرفناها يو الى لتر الى لتر بس ما يحتاج هنا لانه لتر ولتر تروح فلذلك الريشيو ما به وحدات زين الاس جي او تي جي بي تي two measure of liver function associated effective of muscle injury في طبعا اذا في حاله ارتفاعها راح تحدث انه هذا الريشيو معناته انه صار حاله مصل انجيوري جي تي بي ذا اليست ليفر اوف فانكشن بيكم ابنورمال جي بي تي هذا التحليل توتال بيلروبين مثل ما تعرفنا عليه قبل قليل نفسيته توتال هذا توتال بروتين اكو مصطلح اخر اللي هو توتال بروتين This is combination of albumin and globin يعني معناته شنو هو كمية الجلوبين and albumin which are proteins abnormal value occur in liver disease and poor nutrition لما تكون التغذية قليلة او امراض بالهذا راح تكون توتال بروتين شبيهة abnormal يعني مختلفة او مشكلة بيها defect النورمال رينج مال التوتال بروتين من 6.7 الى 8 هذا من بعض المصطلحات وطبعا بعض التحاليل كذلك تعتبر لهنا انتهت محاضرتنا اليوم العملية لليوم اعطيتكم 20 سلايد ب اغلب الامراض الاغلب الفحوصات المتعلقه بما بالال اف تي اللي عنده سؤال اي استفسار انا موجود هسه حاليا طبعا بدينا من البدايه بالليفر فانكشن التستات اللي ردناها الميتابوليزم صارت بالمقماحد من هنا الامبورتنت اللي مطيكم اياها البومي اعطيتك استيميشن اعطيتك البرنسبل هذا اللي كلها اعطيتك توتال بروتين استيميشن اعطيتك انه ميثود والكلينيكال اعطيتك البيلروبين الثالث اعطيتك اي اس تي اي ال تي اي اس تي خمس فحوصات بالاضافه الى ذلك فحوصات جدا بسيطه اللي هي الريشيو بس وضحت لك اياها انه هذا اللي موجود اللي عنده سؤال او استفسار انا موجود. بكل شيء. اي سجلت لا سجلت هو الناس كلش ضايع سجلتكم كلكم. زين شارد ما عندكم اريد ما عندكم راح انزل لكم ريبورت عن الال اف تي هاي الهواي بعد عندنا هواي شغل بعد مو هسه خلينا نكمل يلا
تختاروا لي نفس ما عملت الكومبجونتس، يعني اختاريت لكم مرض واختاريت لكم الكوزز واختاريت لكم الكلينيكال سيجنيفيكانت واختاريت لكم التريتمنت. عندكم ليفر فاكشن LRT، تختاروا لي مرض معين وتطبقون عليه الحالة التحليلية وتشوفون هذا المرض شلون نفحصه. يعني أول مرة تكتب عن هذا المرض، أي مرض من يمك تكتب عن هذا المرض، تكتب الكوسز مالته، الأسباب، تكتب الكلينيكال سيجنيفيكانت، وبعدها تجي لي تريتمنت تقول نعالجه بكذا كذا كذا، تكتب النورمال رينج مال هذا المرض، تشخيصك بحيث تجيب هذين الخمس تحاليل اللي اعطيتك اياها بكيفكم. اول مره تروح للانترنت، خلنا اعلمك الشغله، تروح بالانترنت تكتب امراض الكبد، مثلا امراض الكبد الوراثيه، خلينا نقول للسبت القادم التسليم، تكتب امراض الكبد الوراثيه، او تكتب امراض الكبد اثناء الحوادث، او تكتب الامراض المتعلقه بمشاكل او مشاكل الكبد في الهيومن، تكتب مثلا راح تطلع لك مجموعه امراض ومن عندها راح شو تسوي. اول مره تجي تكتب عن المرض وتعريفه، بحيث انت من يمك حتى تعرف، عاد تكتب من يمك المرض والمرض تعريف المرض، بعدين تجي تكتب الكوسز اريدت الاسباب، تجي الكلينيكال سيجنيفيكانت، يعني شنو كلينيكال سيجنيفيكانت، تقول هذا المرض علاقته بهذا الانزيم، هذا الانزيم الاقل سبب لنا هذا المرض، او علاقته جينيتيك بهذا الانزيم، هذا الانزيم ما جاي يصنع بداخل سبب لنا هذا المرض. عرفت شلون؟ كلينيكال سيجنيفيكانت هاي سحوله. بعد تجي التريتمنت، علاجات راح نسوي كذا 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 يتعالج عندنا، مثلا شلون الجوينت كتبت لكم اياها بالنظري، انا سويته من يمي، انتوا هم انا تسوون هذا الشيء تقريركم. اكو واحد عنده سؤال؟ ها شوفوا التحاليل، تقول يابا هذا المرض راح اسوي له تحاليل كذا كذا كذا، اذا طلعت النتائج كذا 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 معناته به هذا المرض. هاي ماذا هذا المرض يسبب لنا ارتفاع بالبيلروبين، سبب ارتفاع البيلروبين اكو انزيم بفلان مكان ما جاي يشتغل، هو هيك شيء اريده. الكلينيكال سيجنيفيكانت اتعلموا، الكلينيكال سيجنيفيكانت له علاقه بشغلتين، له علاقه بالفسلجه وله علاقه بالبايوكيمستري. يكون أخذت حضور. أخذتكم حضور بعد ما يحتاج. إلى علاقة شغلتين. يعني الكلينيكال سيجنيفيكانت إذا ضبطت الكلينيكال سيجنيفيكانت تضبطها بطريقتين. تروح تدرس المرض من الناحية الفسيولوجية ومن الناحية البايوكيمستري. إنه شلون جاي يصير هذا؟ سبب إنزيم، سبب جينيتيك، شنو اللي جاي يصير؟ هو هذا كلينيكال سيجنيفيكانت. شلون انا سويته بالجوينتس؟ اقرا الجوينتس وشوفه. تمام. اللي عنده سؤال عن التقرير خلي يسالني هسه، مو بعد كم بعد هذا برا ما اخلص محاضره تعال اسالني وظل تراسلني. سجلتكم كلكم، سجلتكم بالحضور، نزلت هاي. للسبت القادم موعد تسليم التقرير، اللي يحب يغادر خلي يغادر على راحته، واللي يحب يبقى خلي يسألني أنا موجود. تقريبا الـ LFT خلصناها، يعني